السلام عليكم احبابي، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والهناء يا رب العالمين. اليوم غادي نقدم معكم واحد الجبن اللي كيجي بواحد الطريقه زوينه زوينه بزاف، كريمي ومويله، يعني قمه قمه في الروعه، عاقد وكريمي في نفس الوقت. هانتوما كما شفتوا مكونات كاينه في كل بيت، كيعطينا واحد الكميه اللي هي لا باس بها لا باس بها. كنتمنى يعجبكم الفيديو وتتبعوا من الاول حتى الاخير، وفرجه ممتعه. باش نحضروا الجبن ديالنا الكريمي، عندنا واحد 2 يطر ونص حتى 3 يطر ديال الحليب ديال المزرعه، كنسطر على ديال المزرعه ماشي الحليب ديال الكارطونات او الحليب المبستر، ما غاديش يجينا مزيان. عندي واحد 100 غرام ديال الزبده، من احسن تكون اصل حيواني، واحد نص كاس ديال الخل، واحد شويه ديال الملح. غنجيب واحد الطنجره غادي نخوي فيها الحليب. غادي نديرو فوق النار حتى يغلى. كما شفتوا هي بدات الغلي كطلع، كيبدا يغلى بحال هكذا، كنزيدو عليه داك نص كاس ديال الخل. صافي، وكنخليه وغادي يتفصل مع التحريك. صافي، دابا غادي نصفيه وغادي ناخذ غير هذا الروب هذا، ولا غادي ناخذ اللي غادي نخدم به. صافي، من بعد ما كنصفي بحال هكذا كنحاول نعصرو مزيان هذا الماء اللي يفصل. غادي نحطو هذا الروب اللي عطانا نديرو في الماكينه، خلاط او ميكسور. غادي نكون خليت واحد شويه ديال الحليب، ندير شويه ديال الملح، نزيد شويه ديال الحليب، غادي نبقى نضيف الزبده طريف طريف ونخدم. شي التكستور ديالو كي كتجي كيجي ليس وملسه، ومن بعد ما غادي يبرد غادي يشد في راسو، غادي يولي واحد الجبن لي زوين مذاقا وشكلا. انا غندير واحد القريعه ان شاء الله ونتلقى بكم. ها انتما كما شفتوا كيفاش تيجي الجبن ديالي، كيجي كريمي، راه مازال ما بردش، ملي كيبرد كيبقى واحد المده في الثلاجه كيعقد اكثر من هكذا. كنتمنى يعجبكم الفيديو، وما تنسوش تشاهدوا الفيديوهات السابقة وتستناو الفيديوهات القادمة، وشكرا.